كن أنت. تحية مجددة لكل متابعينا في بانوراما اف ام، تحية لكل متابعي برنامجنا الرمضاني مع مدربة التنمية البشرية السيدة ناهد حنبلي. كن أنت، تحياتي إليك ست ناهد، وبقول لك كل عام وانتي بألف خير بمناسبة رمضان الكريم. وانتي بألف خير والمستمعين كلهم بخير إن شاء الله. الله يجعل رمضان هذا في بركة وخير على الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. واخترنا بهالبرنامج أول موضوع يكون عن المرونة، وقديه لازم نكون مرنين بشهر رمضان المبارك سيدنا. نعم ناهد. نعم، خصوصا في شهر رمضان، لأنه المرونة هي قدرة الإنسان على أنه يكون عنده القدرة على التكيف والانسجام في خلق بدائل واختيارات في أسلوب حياته، وبنفس الوقت في تعامله بنجاح مع الأشخاص والمتغيرات والمواقف. ومن مؤشرات المرونة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أنه ما خير رسول الله في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. وأيضا قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. رائع. يعني ناهد، كل هاي الأمثلة ياريت الواحد يعمل فيها بشهر رمضان الكريم، قدي رح تأثر على نفسيته هو ويكون مرن. طبعا، لأنه المرونة يعني أني أنا أتقبل الناس كما هم، والتعامل معهم على أنهم بشر مثلنا يخطئوا ويصيبوا، وأن نضع أنفسنا أيضا في مكانهم، بمعنى معرفة وجهة نظر الآخر، نفكر في مكانه ونقدر مواقفه وأسباب تصرفاته وردود أفعاله. لأنه مثل قول بيقول: النفوس بيوت أصحابها، فإذا ترقتموها فاطرقوها برفق. يعني كمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. رائع. فشوفي كيف كل هذه المقولات لسه، يعني الواحد لو قديش في مجال نتكلم، قديش في تاريخنا أمثلة يعني على هذا الموضوع. نعم، بتكلم عن هذا الموضوع قديش يعني احنا خصوصا برمضان احنا كتير محتاجين لهذه النقطة، لأنه الناس بيعصبوا وبيزعلوا من بعض وبصير مشاكل بسبب أنه الإنسان ما تقبل الشخص اللي موجود أمامه. صحيح. يعني خلينا نقول رسالة منك سيدة ناهد، خلينا بشهر رمضان الكريم نكون بكل بساطة مرنين. نعم. سيدة ناهد، بنكون دائما سعيدين بهالنصائح الرائعة اللي عم بتقدميها بهالبرنامج. زي ما بقولوا، هذا غيظ من فيض، يعني لسانة في البداية. أكيد بكرة حنكون بنفس الموعد، وأكيد موضوع جديد رح نناقشه أنا وياكي ونفيد فيه المستمعين إن شاء الله. بتشكرك السيدة ناهد الحنبلي.